خلك مع الناس. أنا يعجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل العظيم، هذا النبي الكريم، كان يأتي الأعراب يقول أيكم محمد؟ سبحان أيكم محمد؟ مجموعة موجودين ورسول الأمة بينهم معرفة، لم يكن يتميز، لم يكن يتميز عنهم لا بمجلس ولا بكرسي ولا بكرسي، لم يكن يتميز عنهم بشيء. والله أنتم اللي حاطينه.